أهلا ومرحبا بك في الآلة. هنا هو المكان حيث سنحول تطبيقك الجديد للهواتف المحمولة إلى حقيقة. لقد حاولنا قدر الإمكان أن نحافظ على بساطة العملية، لذا إليك جولة بسيطة عن الخطوات. أول ما عليك فعله هو أن تطلق اسماً على تطبيقك وأن تتأكد من إذا كان متاحاً. بمجرد قيامك بهذا يمكنك الاختيار بين بناء تطبيقك من الصفر أو البدء بأحد النماذج مسبقة الصنع العديدة الخاصة بنا. ترغب في بناء تطبيق لشركة سيارات الإجرة خاصتك؟ سنقوم بإضافة صفحات عن طاقم سياراتك وصفحات لاستدعاء وحجز سيارات بواسطة الزبائن. تدير مطعماً؟ ماذا عن توضيح موقعه، قائمة الطعام المعروضة وآراء العملاء؟ تبدأ في صنع تطبيق عن القهوة، جرب أن تدمج فيه محتوى مدوناتك، الحسابات الشخصية والروابط الإلكترونية. الخطوة التالية هي الجزء الممتع، يمكنك سحب أي من عشرات الخصائص المصنوعة مسبقاً وإدراجها في تطبيقك وتخصيصها لتتناسب مع متطلباتك. غيرت رأيك؟ قم فقط بسحب الخاصية للأسفل وها هي تختفي. يمكنك أن تجعل تطبيقك يبدو تماماً كما ترغب عبر تغيير الخلفية وتغيير صور الشاشة. ارفع صورك وتعبيراتك ودرجات ألوانك الخاصة أو اختارها من بين ملايين الصور والألوان الممكنة المتاحة لدينا. لا ترغب في وجود قائمة عرضية على الشاشة الرئيسية؟ اضغط على هذا الزر ويمكنك التحول إلى قائمة طولية على الجانب الأيسر، أو احصل على أحد الصيحات التصميمات في شكل قائمة طولية نظيفة وجميلة وقابلة للاستبدال. بمجرد أن يصير التطبيق بالشكل الذي ترغب فيه، انتقل للخطوة التالية لتحديد خيارات النشر الخاصة بك، بما في ذلك إن كنت ترغب في كسب المال عبر الإعلانات على تطبيقك، وما إذا كنت ترغب أو لا ترغب في حماية مستخدميك من هجمات القرصنة المحتملة. وبعدها ها نحن ذا، على الفور انشر تطبيقك مجاناً على شبكة التطبيقات المحمولة أو اختر أحد عروضنا الرئيسية لتقديم نسخ أصلية من التطبيق على منصات الأندرويد وآيفون. لن تكون أبداً لوحدك بطول العملية برمتها. تذكر أن مدربين في بناء التطبيقات متواجدون لمساعدتك عبر خدمة التحادث المباشر المجانية على مدار الساعة. لديك سؤال عن أي شيء؟ فقط دعنا نعرف عنه. حظاً سعيداً مع تطبيقك المحمول الجديد. لا يمكننا الانتظار حتى نرى ما قمت بتصميمه.